غني ما فيش سياسه. انت جاي النهارده محمد انت مشارك فيها ولا انت مع السيزر ولا فكره مين؟ احنا المنظمين ان شاء الله. مين اللي قال فكره واثقين فيكم؟ احنا كلنا اجتمعنا كناس وعرفنا على بعض في ثوره 30 يونيو ما قبل ثوره 30 يونيو قررنا نأيد الجيش والشرطه بعد ما تهان الجيش والشرطه على ايد بعض الاشخاص من جماعه الاخوان والناس مؤيدين جماعه الاخوان نزلوا سابوا في الجيش والشرطه نزلوا حكم العسكر. احنا ضد اهل الجيش والشرطه لان هو ده اخر درع واقعي. قررنا نشيل الحمله ودي رفض فعاليه لينا. قمنا باول فعاليه وثالث فعاليه كانت تنبع الحرب وكانت ثاني فعاليه مشاركتنا في جنازه اللواء الشهيد امير فرج شهيد كرداسه ودي رابع فعاليه لينا امام ماسبيرو وان شاء الله لنا فعاليات ثانيه قريب هننزل فيها جميع محافظات جمهوريه. تمام. الشعب المصري بالنزول والمشاركه معانا ومتابع صفحتنا على الفيسبوك اكتبوا حمله واثقين فيكم. ان شاء الله كل فعالياتنا هتبقى عن طريق الميديا وهتبقى عن طريق الصفحه الشخصيه لحمله واثقين فيكم. شكرا.